بتعملي ايه؟ انت لو كنت شفت روحك ولا سمعت نفسك وانت نايم كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع كأنك ماسك بإيديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزة تفهميني انك خايفة عليا يا مطرة؟ عارف انا خايفة اقرب منك ليه؟ خايفة ارتاح وانا في حضنك، خايفة اصدق ان انا مراتك، خايفة تروح مني زي ما اخوك ما راح. انا عارفة يا براءة، عارفة ان ابوك ضغط عليك وملجمك، بس انا كمان غصب عني كل ما اجي اقرب منك الاقي دم اخوك سايح بينا. حاسس ان انا متمزع 100 حتة، مفيش حتة فيا راكبة على بعضيها. كل ما اغوص حاجة الاقي حاجة تانية جوايا بتعافر رفضاها. كل ما اجد ظهر الحاجة الاقي حاجة تانية جوايا بتشدني ليها. انا بقيتش فاهم نفسي، مبقتش فاهم نفسي، حاسس ان انا بقيت كراكيب متكومه في اوضه ضلمه. يوم ما تاخد طار اخوك، يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حته وتغسل روحنا من ذنبه وتصلح كل حاجه اتكسرت فيه. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دو يو دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14، حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجعة الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده انا اقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنط العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الأولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت قلعت عصورتها على الباب اتشالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده، وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلتي يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كام يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك
وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سي يو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ انا بتعمل ايه يا خميس؟ نقط اربعه على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالمونيا. راحوا ضميركوا شويه. شلبي، ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمة يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك، عارفينك مكانك. دي مش طريقة تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطر رمانة امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول. براءة نوح رجالة. الله السلامة.